حملة توعوية يقوم بها جهاز الأمن الوطني من خلال استخدام رسومات الكاركتير وسيلة للتعبير والتثقيف لتنبيه الفتيات بمخاطر الابتزاز الإلكتروني الذي أصبح إرهابا جديدا يهدد السلم والأمن المجتمعي. جهاز الأمن الوطني أطلقها بالتعاون مع بيت الكاركتير العراقي، وهاي الحملة راح تنفتح أكثر وأكثر على الجامعات والمدارس لتنبيه الناس بالذات هي البنات والشابات، يعني بخصوص الابتزاز الإلكتروني. أكثر من 84 فنانا شارك في مهرجان الأمن الوطني للتنبيه بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، فكل عمل كان له رسالة وجهت إلى الفتيات المراهقات وطالبات الجامعة بضرورة أخذ الحذر من الأرقام والروابط الخارجية التي ترسل من قبل مجهولين. التعبير عن الظاهرة هاي، ظاهرة الابتزاز، يعني نحاول ندخل من جميع الجهات، وهذه جهة بطريقة الرسوم الكرتونية والكاريكاتير. وخلال العام الماضي سجل العراق 1950 حالة ابتزاز إلكتروني، ومعظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في عمر المراهقة. مهدي غريب، وان نيوز، بغداد.